متابعيني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم القناة الطبية المتنوعة، والنهاردة هكلمكم في موضوع في صميم تخصصي اتطلب مني كتير وجات لي عليه أسئلة كتير، هو بعد ما خلعت أسناني أو بعد ما خلعت ضروسي إمتى أبدأ أعمل تركيبة متحركة، سواء متحركة جزئية أو متحركة كاملة. للأسف في بعض الأطباء بيبقوا مستعجلين، بيبقوا عندهم ضغط شغل لأي سبب من الأسباب، يقول للمريض أسبوع تعالالي وناخد مقاسات التركيبة. طبعا أنا شايفة إن ده تصرف طبعا مش صح، المفروض إن إحنا بنصبر على الأقل ما بين شهرين لثلاث شهور. يعني أنا بخلع ضروسي، آخر ضرس خلعته أو آخر سنة خلعتها لازم أستنى ما بين شهرين لثلاث شهور، تزيد شوية تقل شوية مش مشكلة، ولكن لازم ندي فرصة للعظم إن هو يتكون ويبقى عظم صحي وقوي يستحمل تركيبة متحركة عليها أسنان ويستحمل المضغ، قوة المضغ والأكل بعد كده، وما يحصلش التآكل في العظم دوت. لأن لو أنا استعجلت وعملت التركيبة بسرعة بعد الخلع، إيه اللي بيحصل؟ العظم اللي بيتكون بعد الخلع بيبقى عظم سريع، عظم للطوارئ، الجسم بسرعة بيدافع وبيلاقي جرح بيبقى عايز يلم الجرح بسرعة ويبني عظم بسرعة علشان يحاول على قد ما يقدر إن هو يقفل الجرح أو يقفل الثقب بمكان جذور الضرس المخلوع. بالتالي العظم دوت ما بيكونش لسه العظم القوي وعظم غير مكتمل في الطول وفي الارتفاع وفي العرض اللي ما يستحملش تركيبة متحركة تتحط فوقيه، لسه عظم لسه صغير، لسه زي البيبي، لسه بيتكون عظم لسه في منطقة الخلع، فما جيش أنا أحط عليه ضغط عضة قوي جدا وتركيبة متحركة وفوقيها أسنان، فطبعا بيبقى صعب وللأسف بيؤدي إلى إن العظم بيتاكل بسرعة واللثة بتنكمش والعظم بيكش والتركيبة يبقى في مسافة ما بينها وما بين العظم والتركيبة تبقى توسع، يروح للدكتور يقول له التركيبة وسعت يا دكتور، الدكتور يضطر يوديها المعمل تتعمل بطانة، وبعدين بعد أسبوع اتنين التركيبة تاني، العظم تاني يتاكل لأنه لسه مش عظم قوي والتركيبة توسع تاني، ويروح للدكتور يروح المعمل تتعمل لها بطانة تاني، وبندخل في الدوامة دي كتير. فإحنا المفروض من الأول إن إحنا نصبر الفترة اللي بيها العظم يتكون بطريقة صحية وقوية، العظم يبقى قوي ويستحمل التركيبة اللي هتتحط عليه، ونوصل لمرحلة تآكل المينيمم أو أقل كمية من تآكل العظام، لأن تآكل العظام كده كده بيحصل وكده كده التركيبة بتوسع وكده كده التركيبة بتبقى محتاجة بطانة كل فترة والتانية، فأنا ما عجلش بالموضوع دوت بإني أحط التركيبة على عظم ضعيف، لأن العظم اللي بيتكون بعد الخلع زي ما قلت لكم هو عظم ضعيف، وللأسف الفترة اللي بعد الخلع بيبقى فيها العظم بيحصل له ديبوزيشن وريزوربشن، ديبوزيشن وريزوربشن يعني العظم بيتبني شوية ويتاكل منه شوية، يتبني شوية ويتاكل منه شوية، فإحنا عايزين نعدي المرحلة دي ونوصل لمرحلة إن العظم فيها استقر تماماً وبقى قوي اللي نركب عليه التركيبة لضمان أعلى يعني ثبات للتركيبة، خاصة مع مريض السكر اللي كده كده العظم عنده بيتاكل شوية لو السكر مش منتظم، أو مع مريض هشاشة العظام، أو مع مرضى اللي عندهم نقص حاد في فيتامين دي أو نقص في الكالسيوم، كل الحاجات دي بتأثر على العظام وبتؤدي إلى التآكل. طيب في ناس تسألني سؤال، الناس المستعجلة، يعني في ناس مثلا بتبقى شغالة في مجال التلفزيون، في مجال السياحة، في مجال مثلا العلاقات العامة وبتقابل ناس وبتسافر ومحتاجة ان هي يبقى بعد ما تخلع، يعني زي ما بنقول بالبلدي كده لازم نستر البق بسرعة لان ورانا انترفيو ورانا مقابلات، خاصة لو التركيبة امامية او جزئية امامية متحركة او طقم كامل. كمان غير كده في ناس سيدات بيبقوا شوية النفسية حساسة شوية للموضوع دوت، فما تقدرش ان هي نفسيا تتقبل ان هي تقعد مثلا فترة شهرين او ثلاث شهور من غير وجود اسنان في بقها. طيب الحل ايه مع الناس ديت؟ ان احنا بنعمل لهم تركيبة الاسنان الفورية او طقم الاسنان الفوري، سواء تركيبة جزئية متحركة فورية مؤقتة
أو طقم أسنان كامل مؤقت فوري. يعني إيه طقم أسنان مؤقت كامل فوري؟ إن الطبيب بيبقى عامل حسابه إن السيدة دي أو الرجل ده بيقول له أنا عايز أول ما أخلع أحط تركيبة، فبيكون الطبيب واخد له مقاسات مسبقة من الأول، واخد له مقاسات فوق وتحت، وعامل له بقى لو تركيبة جزئية بيكتفي طبعا بمقاس فوق مقاس تحت، أو لو محتاج عضة، لو تركيبة كاملة بياخد له طبعا مقاسه فوق ومقاس تحت، بتاخد مراحل كذا مرحلة، وتروح المعمل وترجع ياخد له مقاسات تاني، وبعد كده تروح المعمل ترجع عضة شمع يعض على الشمع وتروح تاني، وبيبقى فيه بروفا، وبعد كده ترجع تاني التركيبة الدايمة. كله تمام، بيفضل الدكتور محتفظ بيها عنده في العيادة لغاية لما تيجي جلسة خلع آخر ضرس. المريض بيخلع آخر ضرس والدكتور يقوم مطلع على طول التركيبة الفورية المؤقتة ويحطها للمريض. بكده هيطلع من العيادة وهو مركب أسنان أو مركب التركيبة، ولكن لازم يعرف أو يحط في الحسبان كويس قوي إن التركيبة دي تركيبة مؤقتة إلى أن ننتظر الشهرين الثلاثة ونعمل التركيبة الدايمة اللي هي هتبقى أكثر قوة، أكثر متانة، أكثر جمالا، أكثر فيت، أو مناسبة أكثر للفم، لأن التركيبة المؤقتة طبعا هي مجرد حاجة بتستر البق زي ما بنقول علشان يبقى البق فيه أسنان، ولكن هي معرضة إن هي توسع ويتعمل لها بطانة، لأن طبعا العظم بيتاكل بسرعة زي ما قلت في الأول، معرضة طبعا إن احنا يحصل لها تآكل زي ما بقول وتوسع، أو المشابك تحتاج تتضيق عند الدكتور، يعني هنصادف فيها مشاكل، ولو إن هي ليها ميزة إن هي هتخليك أو هتخليكي تتعودي أو تبقي متأهلة أو متعودة على الأكل والشرب ونظافة التركيبة والكلام بالتركيبة للمرحلة دي زي ما نقول مرحلة تعليمية، علشان لما نستلم التركيبة بعد شهرين أو بعد 3 أشهر تكون الدنيا أحسن ومرتاحين. أنا كنت عاملة حلقة مخصوص عن التركيبة الفورية بمسمى تحت اسم طقم الأسنان الفوري، هتلاقوها عندكم في البلاي ليست بتاعة التركيبات المتحركة سواء متحركة جزئية أو كاملة، هتلاقوها موجودة طقم الأسنان الفوري، مميزاته وعيوبه ومين اللي يعمله، مشاكله إيه، مميزاته، يعني متكلمة على الطقم الفوري بكل حاجة فيه. أتمنى إن تكون الحلقة استفدتم منها، برحب باستشاراتكم واستفساراتكم الطبية في صندوق التعليقات، بتكتبوا تعليقاتكم أو استفساراتكم وبرد عليها، إلى جانب إن أنا بطلع بث مباشر شبه يومي بعلن عنه في المنتدى، المشترك عندي في القناة عارف إني بعلن عنه في المنتدى، بظهر معاكم بث مباشر أو على الهواء مباشرة للرد على استفساراتكم وأسئلتكم الطبية في مجال طب الفم والأسنان والفكين. مش هطول عليكم، أشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله.